بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. في حاجه في المشهد الكروي الحقيقه انا مش قادر افهمها. المفروض انه بكره منتخب مصر عنده لقاء مهم جدا امام الجابون في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم. التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم. اللافت للنظر بالنسبة لي والغريب أيضا أنه مفيش اهتمام بالموضوع، رغم أنه مفيش ماتشات. الناس والكورة والدنيا كله مطفي مكان وكله بيتابع منتخباته. ليه مش حاسس حالة الزخم اللي دايما بتبقى ملمومة حوالين المنتخب؟ مشهد شويه غير مألوف، شويه غير مألوف. يعني احنا في يوم غير، يعني في يوم زي النهارده كده، ماتش مصر عندها، مصر عندها ماتش بكره في التصفيات المؤهله لكاس العالم، الاعصاب بتبقى مشدوده والناس كلها بتتكلم والمعرفة وفي صخب وفي جدل، وطب وهنلعب ازاي، طب وهنعمل ايه، وطب يا ترى، طب والجابون ومين اهم، هنسيو شويه والموضوع كده. في موضوع، في حاجه انا مش فاهمها. هل تسليط الضوء الإعلامي مش كافي على المشهد ده؟ هل الناس اهتمامها بمتابعة ما قبل المباراة ما عادش زي الأول؟ في حاجة أكيد وقت المباراة نسبة المتابعة بتبقى 100%، ما هي ما فيهاش شك. بس بكلمك قبل الماتش، اللي هي الحالة بتاعت الجدل دي والناس تسأل والناس ها كلام اللي بيبقى قبل الماتش دي، اكيد انه الناس وقت المباراه هتتلم تتفرج على المباراه، واكيد هيبقى في شويه جدل بعد المباراه زي ماتش انجولا بالظبط كده. المباراه قبليها الدنيا هاديه خالص، وبعدين الناس تشوف الماتش بعد المباراه تلاقي الدنيا فيها ايه، جدل. لكن قبل مباراه الجابون والدنيا الناس مش، مفيش حاله الزخم والمتابعه والاهتمام، ومفيش حاجة تانية على الساحة الكروية. يعني هو مفيش حاجة تانية، حتى ملفات الانتقالات مش برضو مش بنفس الصخب خلاص، يعني مش الدنيا بتقفل بتلم. ففي حاجة أنا الحقيقة هذا تساؤل حتى الآن أنا لا أجد إجابة منطقية عليه. المباراة تتلعب من هنا، الجدل يبقى موجود بعديها، قبليها حالة الترقب اللي احنا متعودين عليها كمصريين مش شايفها، مش لاقيها. عموما مباراة بكرة قدام الجابون هي مباراة مش سهلة خالص، والتبديل والتوافيق والأمور اللي شبه كده بكرة هيبقى فرصنا فيها أفضل، لأنه بقى معانا عنصر قوي جدا محمد صلاح اللي جه على متن طائرة خاصة من إنجلترا إلى الجابون مباشرة. سيخوض هذا اللقاء مع منتخبنا الوطني ثم يعود أدراجه مرة أخرى إلى إنجلترا للمشاركة مع فريقه في المباراة. وبالتالي أنت عندك هنا ضخ لاسم كبير جدا جدا هيفرق معك، ما فيهاش شك وما فيهاش جدل. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله الامور تمشي زي ما احنا ما عايزين وزي ما احنا ما نرغب في انه منتخبنا الوطني يعدي عقبه الجابون.